Telling the time. What time is it? It is o'clock. 5 past. 10 past. A quarter past. 20 past. 25 past. Half past. 25 to. 22. Quarter to. 10 to. 5 to. Plus, واش نزيدو؟ ساعة. ساعة راح نهضر من 1 حتى ل 12. 5 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What time is it? Write in words. It is 5 o'clock. اكتبوا بي الحروف. It is a quarter past 7. It is a quarter to 10. It is half past 7. Activity 2. What's the time? Write in words. هنا نمدو عطاوكم في التمرين هذا نمدو بالتقريب. يعني تمدو هنا عندنا الخمسة غير مثلا 24 بالله 24 نقول it is 24 to 5 هنا راهي 11 و 9 دقائق نقول it is 9 past 11 هنا عندنا راهي 7 غير 25 والله هكذا بالتقريب نقول it is 27 to 7 هنايا راهي 11 و 23 نقولوا it is 23 past 11 past 10 23 match the time it's 5 o'clock الخامسة مساء it's a quarter past 9 التاسعة وربع it is 10:30 العاشرة والنصف it is 5 to 5 الخامسة الخامسة غير خمسة كما نقولوا الرابعة و 55 دقيقة it is 7 past 8 هنا 7 past 8 هنا هي 7 و 8 دقائق it is 11:23 دقيقة it is 2:26 ساعتين و 26 دقيقة هنا نقدروا نربط نحلوا التمرين وحدنا ونعودوا للأجوبة كما تلاحظوا في الأجوبة it is 5 o'clock it is quarter past 7 it is quarter to 10 it is half past 7 التمرين الأول التمرين الثاني it is 20 or 23 to 5 it is 9 past 11 it is 20 for example 6 to 7 and it is 23 past 10 match the time it is 5 o'clock الإجابة راح تكون الخامسة It is a quarter past 9 اللي هي 9 وربع 9 وربع راح تكون الأخيرة It is 10:30 اللي هي 10 ونص 10 ونص قبل الأخيرة It is 5 to 5 اللي هي 5 غير 5 4 و 55 دقيقة اللي هي الإجابة الأولى It is 7 past 8 اللي هي 7 و 8 دقائق 8 و 7 دقائق 7 past 8 عندنا 8 و 7 هي الإجابة الثانية عندنا it is 11:23 11 و 23 اللي هي تكون الإجابة الثالثة it is 2:26 ساعتين و 26 اللي هي الإجابة الرابعة هذا evaluation تاع الساعة اللي درنا ديجا درنا الدرس مقبل try to answer yourself and أي سؤال أنا جاهزة goodbye for today